في هذا اليوم كذلك نشكر العمال المهنيين اللي على بالي كان عندهم دور كبير في ترقية الحملة تاع التلقيح اللي اليوم يعني في يوم الأحد الفارط بدينا يعني يوم الأمس بدينا الحملة الثالثة، وعندي تقارير تفيد بالمجهود الذي قام به العمال المهنيون في تأطير وفي المساعدة على هذا العمل، العمل الوطني الهام الذي إن شاء الله سيذهب أغلبية أو إن شاء الله جميع منتسبي القطاع إلى القيام بهذا التلقيح حماية لأنفسهم، حماية لذويهم، حماية لمحيطهم الاجتماعي المهني، وكذلك حماية لأبنائنا الذين هم أمانة وهم وديعة في أعناقنا.